العودة إلى متطلبات الدولة العراقية والمجتمع العراقي اليوم، احنا اليوم بالعراق كشعب في كل مفاصل الدولة هي متراجعة بشكل كبير. اليوم إذا القادة السياسيين ينظرون إلى هذه المتطلبات والابتعاد عن المصالح الحزبية والمصالح الفئوية وما إلى ذلك، والعودة قليلا إلى الوراء لتلبية مصالح الشعب الذي انتخبهم، أكيد سيجدون هناك نقاط التقاء مشتركة بين هذه الكيانات، وبالتالي ينطلقون من خلالها لبناء هذه الدولة. أخي الكريم، يعني اليوم أنت حضرتك يمكن سمعت تصريح وزارة الموارد المائية، نعم، أن العراق جف مائيا، يعني الأنهار بدأت تجف. اليوم تصريح قوي كلش كان كبير فعلا، والبساتين التي عمرها 100 سنة بدأت تموت، الحيوانات بدأت تنفق بسبب العطش، فلاحين بدأوا يهاجرون من مناطق قراهم والمناطق الزراعية لكونوا يمونون المناطق المدنية بالمحاصيل والمنتج الحيواني، اتجهوا إلى العيش بالمدن. وسببها هذا يا أخي الكريم هو الموقف الإيراني والموقف التركي اتجاه موضوع اطلاق المياه باتجاه تغذية نهر دجلة والفرات. يعني إيران دولة تعلن في الإعلام دائما أنها هي مع الدولة العراقية، وأنها تعمل من أجل مصالح الشعب العراقي، وأنها تحت هذه العناوين تعمل. ونجد مثلا من الناحية الواقعية، نعم، هي تقطع الأنهار وتحول مجاري الروافد باتجاهات داخل المساحات الإيرانية، داخل الجغرافيا الإيرانية، وبالتالي تجف الأنهار الموردة للماء لنهر دجلة، ثم تأتي إلى تركيا نفس العملية، السدود التي عملتها تركيا، مع أنه وجود هناك سفير العراقي في تركيا اللي هو الأستاذ حسن الجناب الذي كان سابقا وزير الموارد المائية، يعمل بقوة وبجد مع الجانب التركي اللي فتح المجال لهكذا اتفاق، إلا أنهم الطرفين إيران وتركيا هم قاطعين هذا التعاون، والضرر أصبح كبير جدا على المجتمع العراقي والدول العراقية.